شاء الله يعني نسأل الله أن يحفظكم. شاكر للقائمين على هذا الحفل دعوتهم لهذا الحفل الحقيقة الذي يختلف عن باقي الحفلات بأن فيه السكينة والوقار، ولا شك أنه يكون كذلك لأننا مع خير الناس، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه المبادرة كان أساسها هو تربية بناتنا في الجامعة، تعليمهن الأخلاق العالية، لأنهن أمهات الغد، هم أمهات الجيل المستقبل. والأم كما نعلم مدرسة، إذا صلحت صلح المجتمع كله. هذا هدفنا الأول والأخير، هو أننا نصنع من طالبات الجامعة. طبعا نعلم أن الأم المتعلمة هي أساس المجتمع، وهي التي تبني الطفل، وهي التي تبني الشاب، وهي التي تبني الزوج، وهي التي تبني كل محيط مجتمعها. فهذا هو هدفنا الأول والأخير، لأنه نحن لما نجد في مجتمع مثقف مثل بنات الجامعة حافظات للكتاب، ونحن نعلم أن القرآن يصنع أهله، معنى ذلك قد خطونا خطوة ناجحة. هذا بفضل رب العالمين وبفضل مجهودات كل من ساهم معنا من بعيد ومن قريب، حتى الذي أدلى بدعائه لنا فجزاه الله عنا خيرا. تم بحمد الله اليوم إقامة حفل في ولاية تيارت من تنظيم مصلى خديجة أم المؤمنين بإقامة آسيا كبير. هذا الحفل تضمن تكريم حافظات كتاب الله عز وجل المشرفات على إقامة المصلى، وأيضا تم فيه الإشراف على تحجيب أزيد من 40 طالبة. تخلل هذا الحفل حضور عدة مشايخ من عدة ولايات، جزاهم الله كل خير. طبعا اليوم الحفل هو رسالة واضحة لكل من يتكلم عن تغريب المرأة المسلمة، ولكل من يتكلم عن سلكها من هويتها أو إدماجها في كثير من المعاهدات الدولية التي تؤدي إلى امتهانها وتقليل من شأنها. اليوم رسالة حفظ المرأة للقرآن ورسالة الحجاب دليل واضح على رسوخ الإيمان، وأنه الشعار الذي تتحينه النساء، ويريدنا أن يعدنا إلى قدوات حقيقية هي أمنا خديجة وأمنا عائشة وأمنا أم سلمة وزوجات النبي ونساء الصحابة رضوان الله عليهم. فالرسالة مضمونها الواقعي هذا، وإن شاء الله تكون قد وصلت وتعمم على نماذج خيرة في هذا المجتمع الجزائري والمجتمع الإسلامي كامل.